في أعمال سواء في السينما أو في الأدب بتبقى مهمة جدا، لكن الغريب إن هي ما بتبقاش بنفس الأهمية لما بتطلع، يعني بمعنى إن ممكن يحصل حاجة معينة أو ممكن يجي ظرف معين فتلاقي العمل دوت ازداد عمقا أو ازداد أهمية بعد ما طلع وبكتير، يمكن في وقته هو ما كانش بنفس هذا العمق أو بنفس هذه الأهمية. الغريب بقى في الكتاب دوت اللي هو كان مهم لما طلع وأكثر أهمية دلوقتي، استجماتيزم في المخ. ده كتاب اعتقد شباب كثيره جدا تحديدا قروه، لانه كان بيتناول فكره العلاقه بين المسلم والمسيحي، ولكن تناوله وكتابته وكمان تاثيره كان مختلف تماما. هنعرف اكتر مختلف ليه النهارده. هيكون معانا الكتاب او كاتبي هذا الكتاب النهارده معانا ومنورنا في استوديو الاستاذ مصطفى الصياد. صباح الخير. اخبارك ايه؟ وايضا هيكون معانا مينا شنوده. صباح الخير. صباح النور. هما الاثنين مؤلفين الكتاب، وطبعا هما الاثنين يعني في مسلم وفي مسيحي، ده مبدئيا بدء الكلام كده يعني. خلينا نتكلم على طول ونقول انتوا ايه اللي خلاكم تكتبوا استجماتيزم في المخ من وقت ما كتبته؟ هو بقاله قد ايه صدر؟ الكتاب نازل في شهر 12 السنه اللي فاتت بالظبط، يعني قبل اي حاجه خالص، قبل احداث القديسين، قبل اي حاجه خالص. اللي خلانا نكتب الكتاب هو فكره الكتاب جت من عند مصطفى، قال لي تعالى نكتب كتاب نحط فيه الشكل بتاع الصداقه او الشكل بتاع التالف والتعايش يعني ما بين المسلمين والمسيحيين في كتاب، اللي هو انا مصطفى اصلا صحاب، فابتدينا نكتب انا حد مسيحي وهو حد مسلم، ابتدينا نتكلم في المشاكل اللي الناس بتقابلها في الحته دي، في الحته اللي هي ما بين المسيحيين والمسلمين يعني، وازاي المشاكل ممكن تكون موجوده قدام عيننا بس احنا مش شايفينها، وازاي يعني حاولنا نحط زي ابعاد المشكله من حيث المجتمع ومن حيث الناس وهم صغيرين والجامعه والشارع و كتبته في شهر 12 تمام، يعني زي ما بيقولوا كده في النظام السابق صحيح. تمام. الكتاب كان يعتبر فيه مواضيع جريئه جدا وفي طريقه تناول جريئه جدا، ما خفتوش؟ ومين اللي اصلا نشر لكم الكتاب؟ مين تحمس لنشر الكتاب وما خافش برضه؟ هو دي حاجه فكرنا فيها واحنا بنكتب، ان الكتاب فعلا احنا كنا في ظروف كل الناس كانت عارفاها في الوقت ده، ما كانش هو كان كل كتاب بينزل، بس المشكله كلها ان انت ممكن تنزل كتاب وتاني يوم تصحى ما تلاقوش في السوق وما تلاقيش انت نفسك مش بس الكتاب ما تلاقوش في السوق يعني. فكانت مشكله فكرنا فيها ان احنا يعني هنعمل ايه وايه اللي هيحصل وكمان مين هيتجرأ فعلا ننشر لنا، خاصه ان احنا يعني لسه اول مره ننشر يعني. في ناس كبار احيانا الموضوع يعني بيبقى فيه يعني شويه حذر يعني او خوف من رد فعل الشارع وكذا، لكن احنا يعني ما فيش اي حاجه، بس ما يعني ما فكرناش قوي في القصه دي يعني. الحمد لله اشتغلنا كويس، عملنا اللي احنا شايفينه واللي احنا حاسين ان هو المفروض يتعمل، نشرنا الكتاب، ورغم ان كان في احنا يعني حاولنا نبعد عن شخصنه الامور يعني بشكل عام، بس كان في اشاره لكل المشاكل اللي كانت موجوده، واحنا في كذا موضوع في المواضيع الموجوده في الكتاب كانت بتتكلم عن الاوضاع برضو السياسيه اللي موجوده وقتها، وكان واضحه قوي في اخر قصه في الكتاب اللي هي بمع حصانه، كانت بتتكلم على طريقه انتخابات مجلس الشعب وعن التوريث وعن عن عن كل الحاجات اللي كانت بالنسبه لنا مشاكل في الوقت ده كانت بتتكلم عنها بشكل صريح. بس مين تحمس يعني؟ عملتوا ايه؟ او الكتاب خلصناه وبعدين عملتوا ايه؟ وديناه يعني بعد كده المفروض في دور نشر، هي بتبقى مسؤوله عن نشر الكتاب، فاحنا يعني المفروض انت بتخلص الحاجه اللي معاك بعد كده بتروح لدور النشر بتعرض عليهم الفكره، وحسب يعني لو حد اقتنع. هل يعني تحمست من اول مره؟ الحمد لله يعني كان معانا يعني يمكن اربع دور نشر يعني احنا الحمد لله اللي اخترنا في الاخر ننشر مع مين، فدي كانت بالنسبه لنا برضو دافع قوي جدا، ويعني كانت زي مكافاه، اول مكافاه لينا على شغل تعبنا فيه كتير يعني. طب اول ما نزل حقق بست سيلر، حقق كتب اكثر مبيعا، عمل بست سيلر في يعني في معظم المكتبات اللي نزل فيها، مش عارف اذا كنت اقدر اقول اسامي المكتبات ولا لا، بس هو عمل بست سيلنج في اكثر من مكتب. عامه احنا كتبنا كتاب في 9 شهور يعني، هو نزل شهر 12 بس احنا ابتديناه من قبل كده بس، وكان فعلا عندنا رفاهيه الاختيار في فكره دور النشر، لان هو الناس كانت متحمسه قوي، لان هي فكره ان الكتاب كاتبه حد مسلم وحد مسيحي في نفس الوقت، كانت اول مره تحصل حاجه زي كده. تقديم الكتاب كانت الكاتبه العالميه الكبيره رولا خرصه. تمام صحيح. ايه اللي خلاها وايه اللي حصل الموضوع ازاي وتحمس؟ انا قابلتها بالصدفه في ندوه، فانا في الوقت ده كنت بحاول اخد يعني انا ومينا كنا بنحاول اي حد نقابله بناخد منه ريفيو للكتاب قبل ما يتنشر. فقابلنا الاستاذه رولا خرصه وقابلنا الاستاذ محمد صلاح. الاستاذه رولا خرصه لما يعني بعت لها الكتاب انا بس مستنيها تكتب لنا حاجه في اخر الكتاب عن رايها صراحه فيه يعني، سواء كان بالايجاب او السلب يعني. فبعد ما بعتنا لها الكتاب وقريته قالت لنا انا مش عايز اكتب في اخر الكتاب، انا عايز اعمل التقديمه لان الفكره عجباني قوي وانا لمساها واول مره اشوفها مكتوبه بالوضوح وبالصراحه دي، وكتبت لنا تقديمه يعني
خلتنا انا ومينا ما كناش عارفين ننام يعني. صحيح. والاستاذ محمد صلاح برضو نفس الكلام، بس كتب لنا تعقيب في اخر الكتاب، وكانت برضو مفاجاه بالنسبه لنا ان هو نزل التعقيب ده مكان المقال الاسبوعي بتاعه في روزا اليوسف. فدي برضو كانت حاجه، الراجل ده حاجه ده اهم دور ان الاعلاميين الكبار والصحفيين الكبار هم اللي شجعوا المطالع يعني. كلمونا عن في رايكم انتوا بقى كاتبي الكتاب يعني اهم المواضيع واهم الاقسام اللي في الكتاب، في ذهب قشره وفي كذا حاجه، بس انتوا عايز اعرف رايكم ايه. احنا حاولنا في الاول في الكتاب في كان في موضوع اللي هو بيتكلم على اسمك ايه، اللي هو بيتكلم على النظره عامه قوي على المجتمع، اللي هو الدخله بتاعت المجتمع. انت لما بقيت تتعامل مع اي حد دلوقتي تساله اسمك ايه، فلو قال لك اسمه مثلا عادل، اسم مش باين له مسيحي ولا مسلم، هيقول لك طب ايه عادل ايه؟ عادل ايه بالظبط؟ بالظبط. فنتكلم في فكره ان هو ان الناس بقت مهتميه قوي ان هي تعرف اللي قدامها ده مسيحي ولا مسلم. بقى التكوين بتاعنا ما فيهوش غير الدين بس، ما فيهوش ثقافه، ما فيهوش ان انت تقبل اللي قدامك او تقبل افكار تانية كتير، لان دايما مرتكزين على الدين ودينه بس. وده حاجه يعني مش هنقول وحشه، بس في حاجات تانية في الدنيا يعني ممكن الناس تعتمد عليها. حاولنا نتكلم على المشاكل اللي بيقابلها الاولاد الصغيرين في المدرسه بالذات، لان هي دي اول مكان الطفل الصغير بيبتدي يتعامل مع فكره الدين المختلف. فحصه الدين لما المسيحيين بيبتدوا يقوموا ويروحوا المكان التاني، سواء بقى حصه المجالات أو, او 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 المشهد ده بالنسبه لاي طفل اول مره بيبقى غريب، اللي هو ليه الناس دي بتقوم يعني، ليه الناس دي رايحه فين. اتكلمنا برضو عن الجامعه وازاي ان المجتمع في الجامعه متقسم، مش متقسم بس يعني دايما المسيحيين في الجامعه او في اي مكان بيبقوا منعزلين شويه لاسباب كتير يعني مش هنخوض فيها، بس لاسباب كتير منهم هم ساعات المسيحيين بيبقى هم ليهم السبب فيها، وساعات بتبقى حاجات مفروض عليه. اتكلمنا، حاولنا نتكلم في كل حاجه تقريبا، اتكلمنا في حاجات في الجوانب السياسيه للموضوع، ان في النهايه المسيحي والمسلم الاثنين ضحايا يعني، ما فيش حد فيهم يجي على الثاني على قد ما هم الاثنين متجاي عليهم، فبيطلعوا غلهم في بعض زي ما بيقولوا. ايوه، بس انت لفت نظري نقطه مهمه جدا، ان ساعات كتيره جدا بيكون مش بس هم مظلومين، ساعات بيكونوا هم كمان اللي عاملين ده بايديهم. طب انتوا شايفين يعني، اولا عايز اعرف رد فعل الناس، هل مثلا حد قال لكم يا جماعه انا كنت بعمل كده ما كنتش واخد بالي مثلا، يعني هل حسيتوا ان الكتاب دوت كان هدفكم فيه التغيير، ولا انتوا بترصدوا الحاله وخلاص على كده؟ في مشكله دايما كنا بنقابلها في مناقشه المواضيع اللي زي دي، ان كان دايما بنناقشها رجال دين، فبياخدوا الموضوع يعني بشكل عقائدي، او بياخدوا الموضوع بشكل يعني من فوق قوي، فناس كتير مش سطحي يعني، او قصدي من فوق قوي، فناس كتير في الشارع ما بيفهموش اللغه اللي بيتكلموا بيها، او ما بيفهموش اللي هم عايزين يوصلوا ليه، او بيتاخد بشكل سطحي عن طريق الصحافه والميديا وفي الاعلام، ان مش عارف كنيسه اتفجرت، فكل قناه وكل جهه اعلاميه بتاخدها بحسب التوجه اللي هي عايزاه، وبعدها بيقول ينزل خبر بتاع واحد كان بيقع فواحد مسيحي انقذه، وبعد كده الشيخ والاسيس بيبوسوا بعض ويحضنوا بعض وخلاص الموضوع انتهى وخلص على كده. فاحنا حاولنا ان احنا نخرج من الاطار ده ونناقش الموضوع بشكل مختلف شويه، يعني بنتكلم في الموضوع يعني، حتى اغلب الكتاب مش بيتكلم بشكل خطابي يعني، او بشكل توجيهي يعني روح اعمل، لا احنا رفضنا تماما الشكل ده، احنا بنتكلم برصد للواقع بشكل حكايات يعني، احنا بنحكي الحكايه بس بنعرضها يعني بشكل موجه شويه يعني، احنا عارضين السلبي وعارضين الايجابي. ايوه، بس عشان خاطر في الاخر واحد يفكر وخلاص، ولا انتوا هدفكم ان واحد بعد ما يفكر يقرر اللي هو ده اللي احنا فيه ده؟ هو اساس الموضوع ان انت تحط يعني، انت كاعلامي او ككاتب او يعني اول حل اول طريق لحل المشكله انت تعرضها. المشكله ان احنا دايما كنا بنعرضها بشكل غلط، فاحنا كان دورنا الاول ان احنا نعرضها بشكل صح، وبرده كنا بنوجه بشكل غير مباشر يعني، كنا بنتكلم عن الاطفال في المدرسه، فيعني ناس كتير ما عندهاش مشكله في حصه الدين، احنا مش شايفين حصه الدين غلط، بس حصه الدين بالشكل الموجوده فيه عندنا في المدارس ده بيعمل مشكله كبيره. وطريقه ان الطفل الصغير فعلا يعني هو في الفصل مش فاهم اي حاجه، بيلاقي ان المسيحي بيقوم وانا بفضل، ومدرس الدين احيانا كتير في عند المسلمين يكون مدرس عربي، انت مش واخد بالك، مدرس عربي او مدرس خط عند المسلمين، وعند المسيحيين مدرس الالعاب او الرياضه المسيحي يعني، اي مدرس مسيحي في المدرسه يبقى هو يكون مدرس الدين، فطبعا انت مش عارف هو بيتكلم في ايه او بيعمل ايه او بيربي عندهم الدين ده ازاي. فدي بتعمل مشاكل كتير، فحاولنا نعرضها وحاولنا برضو نحط نماذج ايجابيه تشجع الناس، او احنا برضو نشجعها ونحط ايدينا عليها عشان نقدر نخلي الناس تبص لها يعني.